في قلب إحدى نقاط البيع في فلسطين، يقوم الزبائن بتجربة من نوع مختلف. إنهم يختارون ما يناسبهم من منتجات حرباوي. معارض صممت لتجربة النوم المريح بخصوصية وبطريقة عصرية. حكاية حب وشغف، أربعة عقود من الخبرة والتطوير والعطاء حولتها إلى شركة رائدة تمتلك أحدث التقنيات في الصناعة والتجارة، حتى أصبحت نموذجاً للمستوى الاحترافي والذوق الرفيع. انطلقت حرباوي الصناعية التجارية من الخليل في فلسطين سنة 1978 كشركة عائلية صغيرة. إنها مجموعة حرباوي الصناعية التجارية، أكبر المنشآت وأكثرها حداثة على مستوى الشرق الأوسط. انطلقت حرباوي من مدينة الخليل عام 1978 في مصنع لصناعة الفرشات، حتى أصبحت اليوم من كبرى المجموعات الصناعية التجارية، ممتدة على مساحة تزيد عن 90,000 متر مربع موزعة على 3 شركات. المصنع الرئيسي في مدينة الخليل، ومصنع نموذجي في مدينة نابلس، وسلسلة أرض المعارض، وإحدى عشرة نقطة بيعاً في فلسطين. اليوم حرباوي تعتبر من أكبر الشركات والمصانع على مستوى الشرق الأوسط، حيث أنها قلعة صناعية ذات مكانة اقتصادية رفيعة ومن أبرز العلامات التجارية في مجال الصناعة والتجارة. يعمل في المجموعة أكبر فريق متخصص مزود بأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية في صناعة وتجارة الإسفنج والفرشات والأثاث. خطت حرباوي خطوة كبيرة سنة 2008 بإدخال خطوط إنتاج جديدة في مصنع نابلس النموذجي. جئت من لادربيرغ، وهي واحدة من أفضل الشركات حول العالم. نعمل في 90 دولة مختلفة حول العالم. اليوم نحن هنا مع شركة حرباوي لتركيب واحدة من أكبر الماكينات لخطوط الإنتاج. تمتلك الشركة ماكينات عملاقة هي الأحدث عالمياً لصناعة الإسفنج بكافة أنواعه وأشكاله، تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية ودقتها المتناهية ونظامها المحوسب. مكنها من تصنيع أنواع جديدة من الإسفنج من مواد طبيعية صديقة للبيئة ضمن أعلى المعايير العالمية. تفحص العينات في مختبرات الشركة، وبعد مطابقتها للمعايير الفيزيائية والكيميائية تتم عملية الإنتاج. يخزن الإسفنج المصنع في أماكن مزودة بأجهزة إنذار وإطفاء محوسبة ممتدة على جميع مرافق المصنع، هي الأكثر دقة لرفع مستوى السلامة والأمان. يقص الإسفنج أفقياً وعامودياً، ويشكل بطرق هندسية لاستخدامات صناعية وتجارية. تجمع بقايا القطع الإسفنجية والأقمشة لإعادة تدويرها وتعالج بمواد خاصة. يصنع منها أنواع مختلفة من الإسفنج الذي يستخدم في أغراض متعددة. لم تتوقف حرباوي يوماً عن نهج البحث والتطوير، وذلك باستخدام أحدث الماكينات الموجودة بالعالم وتوظيفها لمزج الخبرة مع التكنولوجيا للوصول إلى القمة. يستخدم المصنع أسلاكاً مصنوعة من أفضل أنواع الفولاذ المعالج ذات خصائص ديناميكية عالية. تأخذ الأسلاك الشكل الزنبركي في ماكينات خاصة،
إنه القلب النابض داخل الفرشة. تنفرد الشركة بصناعة نظام الدعم الزنبركي المغلف البوكيت. تعمل النوابض بشكل منفصل عن بعضها لتتشكل مع جسم الإنسان بانحناءاته، وهذا يمنح الجسم الراحة والضمان الصحي. تصمم النقوش على أجهزة حاسوبية، تقوم الماكينات بتطريزها على الأقمشة بدقة متناهية. تجهز جوانب الفرشة وتثبت الأيدي وأنظمة التهوية، وتوضع بعض الإضافات على الجوانب بناء على طلب الزبائن. ترحل الفرشات إلى ماكينات الخياطة التي تتميز بسرعتها ودقتها، وهي مجهزة بنظام تحريك وقلب أوتوماتيكي لرفع مستوى الدقة وزيادة الإنتاج. توضع الفرشة في اختبارات ضبط الجودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتغلف بإحكام وتسير آلياً في مسار خاص إلى المستودعات. تتمتع الشركة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 فرشة سنوياً، مما مكنها من تغطية الأسواق المحلية والوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية. تسعى حرباوي في الوقت الحاضر إلى اختراق المزيد من الأسواق العربية والعالمية، حيث أنها تمتلك أحدث خطوط الإنتاج وأكثرها تطوراً ودقة وسرعة. تمتلك الشركة منجرة ومنجدة لصناعة الأثاث مجهزة بأحدث التقنيات والماكينات المحوسبة، وفريق من الفنيين المهرة ينتج مئات آلاف من قطع الأثاث سنوياً بأفخم أنواعه وتصاميمه العصرية، وقسم متخصص في صناعة المخدات واللحف بكافة أشكالها وأنواعها. عملت الشركة على إرضاء زبائنها، فأسست 11 نقطة بيع موزعة في محافظات الوطن زودتها بمنتجات تناسب الجميع اقتصادياً وصحياً، لأنها آمنت بأن تجربة النوم المريح ليست حكراً على الأغنياء فقط. أسست مجموعة حرباوي الصناعية التجارية سلسلة أرض المعارض للأثاث كشركة متخصصة في عرض منتجاتها وبيع أفخم أنواع الأثاث المستورد والمحلي، وتمتاز هذه السلسلة بأنها أكبر صالة في فلسطين. يعمل في المجموعة ما يزيد عن 760 موظفاً موزعين ما بين إداريين ومهندسين وعاملين وتقنيين. تعمل الشركة على تدريبهم وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية على أحدث الوسائل والتقنيات وخطوط الإنتاج المحوسبة لمواكبة التطور العالمي. في سنة 2000 حصلت الشركة على شهادة ضبط الجودة الآيزو 9001. حرصت حرباوي على تقديم أفضل ما لديها، مما مكنها من الحصول على شهادة ضبط الجودة العالمية آيزو 9001. تهدف حرباوي إلى المساهمة المجتمعية من خلال أنشطة وفعاليات تدعم الوطن واقتصاده، وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي. الإدارة والإرادة والتطوير المستمر هم أساس النجاح. ما ترونه هو عبارة عما بذلناه من جهد في البحث والتطوير والهندسة والتصميم العصري الذي وضعنا في طليعة الشركات الكبرى. فمن مجموعة حرباوي إليكم ارتباطاً وثيقاً مع القيمة الجمالية والفخامة، مزيجاً من الأصالة والحداثة والعمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل،
لنقدم ما يليق بذوقكم الرفيع. بالنسبة لي تعتبر شركة حرباوي من كبرى الشركات التي زرتها في حياتي. إنها شركة منظمة جدا، هناك أماكن مخصصة لعملية القطع والتحميل والشحن. نحن نريد أن نكون أفضل عنوان للجودة والصحة وأكبر منتج ومصدر في مجال الإسفنج والفرشات والأثاث، لأن شعارنا دائما نهتم بصحتكم أكثر. فعندما تبحث عن أفضل منتج وشريك يهتم بك وبعائلتك، فحرباوي تسعد وتفخر بدعم أحلامك والاهتمام بك. فشعارنا دوما نهتم بصحتكم أكثر.